خلينا نشوف مباراة هجر والقادسية اللي انتهت أيضا بفوز الفريق الهجر المتحمل. بمستوى فني رفيع كسب هجر ضيفه القادسية بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين في الأحساء ضمن مباريات الجولة 12 لبطولة دوري زين السعودي للمحترفين. تسيد الهجراويون اللقاء منذ البداية وحاولوا التسجيل مبكرا، وكان التسديد من خارج المنطقة هو الأسلوب الذي انتهجه أصحاب الضيافة. حاولوا مرارا حتى جاء الحسم عن طريق نجم الفريق توفيق بوحميد الذي تلاعب بالدفاع القدساوي وسدد يسارية قوية تعانق شبكة النجعي. الله يا ولد يا ولد يا ولد، هدف أول للشيخ الهجراوي، هدف أول لهجر بالفكر بالعقل. هجر ينفجر دائما، وصل إلى الدقيقة 30 ما كملنا عليها، فرحة الهجرويين بالهدف. يكرر الهجرويون محاولاتهم والتسديد من خارج المنطقة لا زال هو وسيلتهم، لكن النجعي كان حاضرا ذهنيا وخلص أكثر من كرة. بداية الشوط الثاني تشهد احتجاجا قدساويا ومطالبة بضربة جزاء إثر اعتراض أحد مدافعي هجر للكرة بيده. حازم جودة يحضر بقوة خلال مجريات الشوط الثاني ويسدد أكثر من كرة، فمرة تمر كرته بجانب القائم الأيمن وأخرى بجانب القائم الأيسر. يحاول القدساويون إدراك التعادل، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي اللقاء بتفوق هجر ووصوله للنقطة 12 في المركز الثامن، فيما بقي القادسية على نقاطه الثمان في المركز 12. كابتن، هجر والقادسية مباراة 6 نقاط، وفعلا كسبها هجر نتيجة، لكن لم يكن هناك أي مستوى فني جيد من الفريقين. القادسية يحتاج إلى إعادة النظر خاصة في الفترة القادمة. أتمنى أن يكون هناك لعيبة جدد، لأن الوضع خطر جدا في الفترة القادمة. أتوقع أن يشهد صراع قوي في الفرق المؤخرة. مبروك لهجر، وحسب الإمكانيات اللي فيها هجر إلى الآن في الموسم يقدم نتائج إيجابية. من اللي وضعه أخطر؟ وضع قادسي أخطر، يحتاج إلى تدعيم الفريق بلاعبين. وين في جهة، في الهجوم ولا في الدفاع؟ في الدفاع. هجوميا ما عنده مشكلة، يحتاج إلى لاعب مدافع وإلى لاعب محور. طيب خلينا نشوف مباراة الرابع اليوم، كانت بين الفتح والتعاون، نتابع. مباراة تعد من أجمل مباريات دوري زين السعودي هذا الموسم، حضرت فيها المتعة والأهداف والهجمات الضائعة والإثارة الكروية. دون سابق إنذار أطلق بدر الخميس شرارة اشتعال هذه المباراة في الدقيقة 4، سجل هدفا من تمريرة القائد أحمد الحربي، راوغ فيها المدافعين وسددها بيساره لتهز الشباك الفتحوية. دائما بدر الخميس اللي دائما ليفتح هذا الهدف شهية بدر الخميس للتسجيل، وبتمريرة من المغربي صلاح الدين عقال استلمها الخميس وسددها في المرمى الخالي من حارسه محمد شريفي. بدرهم أشعلهم في البداية، بدرهم. ركلة ثابتة قلصت الفارق للفتح بعد رأسية الكونغولي سالامو، وسط احتجاج لاعب التعاون على صافرة الحكم يحيى هزازي التي سبقت الهدف. هدف أول للفتح، وعاد الفتح إلى المباراة. أبناء فتح الجبال عقدوا العزم ألا يخرجوا من الشوط الأول خاسرين. كرة وضعها ربيع سفياني على طبق من ذهب لزميله حمدان الحمدان الذي لم يتوانى في تسديدها في شباك فارس ليان الذي لم يستطع فعل شيء لهذه الكرة القوية سوى متابعتها وهي تلج شباكه. صلاح الدين عقال يرسل عرضية لمنطقة الجزاء، يخطئ محمد شريفي في إبعادها وسط مضايقة من لاعب التعاون دياب مجرشي لتصل للمتأهب سلطان اليامي الذي أعلن الهدف الثالث لفريقه. جول ثالث للتعاون. بدر الخميس يلعب في هذه الكرة دور المدافع ويتسبب بركلة جزاء للفتح ضد الكونغولي دوريس سالامو،
تصدى لها حمدان الحمدان، ولكن براعة حارس التعاون فهد الثنيان حالت دون تسجيلها. فرحة الثنيان لم تدم طويلا، فبعد دقيقة من تصديه لركلة الجزاء اهتزت شباكه بعد رأسية سلمو التي وصلت لحسين القهوي معلنا هدف التعادل لفريقه. ويابا أن يبقى الفتح على هذا الحال. الطرد كان حاضرا في هذا اللقاء، وكان من نصيب لاعب الفتح شادي أبو هشهش بقرار من الحكم. بعد هذا السيناريو الرائع من الفريقين، كان من الظلم أن يخرج أحدهما خاسرا من هذه المباراة. كابتن زكي، مباراة جميلة جدا صراحة، وطالما أن فيها 3 أهداف يعني دلالة على أن القوة الهجومية موجودة للفريقين. أتوقع أن يعني من الظلم أن بدر خميس تسبب في بلنتي بعد الهدفين الجميلين اللي سجلهم. يعني اللي أتوقع أن أكبر حدث في المباراة هو الهدف اللي الأول للفتح اللي كان فيه مشكلة كبيرة بعد ما تنفذ الفاول، كان فيه صافرة من الحكم. طبعا أنا يعني ما أقدر أجزم إيش الموضوع، لكن أتمنى أن يكون يعني تحكيمنا أفضل من كذا. حسب ما سمعت التعاون رفع احتجاج رسمي على الهدف الحكم. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث في البرنامج.